السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم طلاب الصف الرابع؟ أهلا بكم في مادة التربية الإسلامية مجال الآداب والأخلاق الإسلامية. نتابع معا القسم الثاني من درس فضل الذكر وآدابه. هل أنتم مستعدون؟ دعونا نبدأ معا. نتذكر معا إذن ما أنواع الذكر؟ هيا عزيزي الطالب فكر معي، ثلاث أنواع: باللسان، بالقلب، وبالجوارح. أحسنتم، إذن ثلاثة أنواع للذكر. والآن أعرفكم أحبابي على آداب الذكر. ماذا تتوقعون أن تكون آداب الذكر؟ هل أذكر الله ليلا أم نهارا؟ هل أذكره سرا أم جهرا؟ نعرف الآن آداب الذكر. أولا الإخلاص لله تعالى، فأنا أذكر الله يجب أن يكون هناك إخلاص. عندما أقول أستغفر الله أقصد بذلك الاستغفار. عندما أقول الحمد لله أخلص لله في حمده، الشكر لله، لا إله إلا الله، توحيد الله يكون خالصا له. إذن أولا الإخلاص لله تعالى. ثانيا الذكر الدائم في كل الأحوال. أنا أذكر الله ليلا ونهارا، وأنا مستلقي، وأنا ماشي، وأنا في كل وقت وكل حين يتسنى لي ذكر الله أذكره ولا أنسى ذلك. أخيرا الذكر في السر، فلا أنتظر أن يكون أمامي أي أحد لكي أذكر الله، وإنما ذكري لله يكون سرا بيني وبين نفسي. إذن تعرفتم آداب الذكر. والآن نريد أن نعرف ما هي فوائد الذكر. هل فكرت يوما لما أنا أذكر الله؟ لما أقول قبل الطعام بسم الله؟ ولما أقول بعد الطعام الحمد لله؟ لماذا نقول في أيام العيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد؟ ما هي فوائد الذكر؟ أولا يرضى به الله تعالى علينا. ثانيا يزيل الهم والغم، يقرب إلى الجنة، وأيضا يأتي بالسرور والإطمئنان، ويطرد الشيطان. أخيرا يحمي ويحفظ من كل مكروه وسوء. إذن فوائد الذكر كثيرة، هذه هي أحبابي طلاب الصف الرابع. لدينا الآن سؤال، نريد أن نكتب المفهوم الدال على كل ذكر من الأذكار الآتية. أولا لدينا كلمة التسبيح، التهليل، التكبير، التحميد، والحوقلة. الذكر الأول: لا حول ولا قوة إلا بالله. المفهوم هنا الحوقلة. أحسنتم، تابعوا على هذا النمط. الله أكبر المفهوم، نعم التكبير. لا إله إلا الله، ما هو مفهوم هذا الذكر؟ نعم إنه التهليل. سبحان الله، سبحان الله، هذا الذكر مفهومه التسبيح. نعم، إذن طلابي الأعزاء الآن آخر ذكر لدينا الحمد لله، كلنا نعرف أنه التحميد. إذن إذا أنا قلت لك قم بالتكبير تقول الله أكبر، قم بالتسبيح سبحان الله، قم بالتحميد الحمد لله، قم بالحوقلة
لا حول ولا قوة إلا بالله. نتابع طلاب الأعزاء، بعد أن نقوم بفتح كتابنا صفحة 65 وحل هذا النشاط. معا سنتابع ونقوم بحل هذه الأسئلة التابعة للدرس. عدد أدبين من آداب ذكر الله تعالى، قلنا قبل قليل الإخلاص لله تعالى، وأيضا الذكر الدائم في كل الأحوال، وأيضا الذكر في السر. تقوم عزيزي الطالب بكتابة اثنين فقط من هذه الآداب. السؤال الخامس، اذكر فائدتين من فوائد ذكر الله ذكرناها وهي عديدة، منها يرضى به الله تعالى علينا، ويزيل الهم والغم، وأيضا يطرد الشيطان، يقرب إلى الجنة، يأتي بالسرور والإطمئنان، ويحمي ويحفظ من كل مكروه وسوء. قم عزيزي الطالب باختيار فائدتين من فوائد ذكر الله ودونها على كتابك صفحة 67 بخط جميل. أتمنى لكم حسن المتابعة، شكرا لكم طلاب الصف الرابع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.